إلى مدينة دوزلدورف الألمانية. معنا الآن دكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح. أهلا بك في البداية ورحب بك على شاشة القاهرة الإخبارية في صباح جديد. وأبدأ معك بالتعنت الإسرائيلي غير المحدود وتصميم الجانب الإسرائيلي على شن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية. هل تتوقع أن تستجيب الحكومة الإسرائيلية للضغوط الدولية والإقليمية وتتراجع عن هذه الخطوة؟ هذا ما يتوقف على طبيعة هذه الضغوط واستمرارها وصمود الأطراف التي تمارس هذه الضغوط. أما في شأن سبب إصرار إسرائيل عليها، فلأن مسألة رفح هي الجائزة الكبرى بالنسبة لإسرائيل، هي أجلت العملية دي لآخر المطاف. عشان إيه؟ لأن الهدف الأصلي من هذه العملية هو الطرد الفلسطينيين إلى سيناء، ومن بعد إذن ماذا؟ لنتخيل بس للحظة إن نجحت إسرائيل في هذا المسعى مع وجود مئات الآلاف من الفلسطينيين اللاجئين لا سمح الله في سيناء، يوما ما ستبدأ المقاومة أيضا من سيناء، وستبدأ إسرائيل بأن تطلب من مصر أنها مسؤولة عن أمنها، ثم تبدأ بالقصف في سيناء، ويوما ما بعد 10 إلى 15 سنة حتقتحم إسرائيل سيناء وتحتل أجزاء منها، وهكذا تبدأ بالقبض الجزئي حتى تصل إلى القاهرة لا قدر الله. هذا هو المخطط الإسرائيلي الذي إلى حد الآن تم كبحه بصمود مصري، رفض مصري للتماشي مع هذه الخطة، وضغوط عالمية حالت حتى هذه اللحظة بين إسرائيل وبلوغ هذه النقطة. موقف مصري ثابت وواضح لعدم تصفية القضية وعدم تهجير الفلسطينيين، وأيضا خطوات على مستويات عدة إن كانت سياسية أو حتى في الملف الإنساني، كيف تقيم الدور المصري؟ الدور المصري محوري بشكل مبدئي من ناحية دعم القضية الفلسطينية، وأيضا مصر يدها في النار، إيد مصر في النار في مسألة ما يحدث، لأن مصر أيضا متضرر مباشر مما يحدث بمعان عديدة. لكن السبب الأهم بالنسبة لمصر هو أنها تريد حماية القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني، لكن ما تفعل إسرائيل هو عبارة عن أن أحدهم يوقد النار تحت نافذة حضرتك أو نافذة بيتي. المسألة قريبة جدا إلى هذا الحد، ومصر ليست بعيدة عن الشرر وعن النار وعن الأذى الذي أوقعته إسرائيل بالشعب الفلسطيني. ربما الآن مصر متضرر من الدرجة الثانية، ولكن استمرار هذه الحرب إلى مداها الذي تريده إسرائيل يجعل من مصر متضررا مباشرا من الدرجة الأولى. نحن لا نريد كفلسطينيين أن نرى هذا اليوم. أذهب معك دكتور جمال أيضا إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي التصريحات العدوانية للعديد من المسؤولين الإسرائيليين. ما الهدف وراء تكرار وزيادة هذه التصريحات؟ درجة وشكل وعمق وخلفيات ومنابت التطرف الإسرائيلي غير قابلة حتى للمعالجة من العقل العربي ببساطته المعروفة، ليس من سذاجة فينا ولكن من تعمق لديهم في هذه النوازع الشريرة وغير العادية. إنها مؤصلة في أشياء كثيرة معتقدية عقائدية في تفسيراتهم السقيمة لمنطلقاتهم الدينية، والديانة اليهودية براء من الصهيونية أساسا، لكنها تعبر عن نوايا شريرة. هم يريدون إشعال المنطقة ككل، ليس من باب الصدفة أنهم يقصفون في لبنان وفي سوريا وفي الضفة الغربية وفي غزة، ويستفزون على الحدود المصرية ويستفزون في القدس. ما الذي يحدث في الضفة الغربية؟ هذه أيضا نقطة هامة. هو تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، يذكر بمشاهد الانتفاضة الثانية. أيضا إسرائيل تريد أن تفجر الوضع في الضفة الغربية، لأن مرامي إسرائيل هي التخلص من السلطة الوطنية الفلسطينية كونها مستند عالمي للوصول إلى الدولة الفلسطينية، وهذا ما تريد إسرائيل إحباطه. تسخين ميداني واستفزازات ميدانية مستمرة جعلت من حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية أقرب إلى المستحيل، خصوصا من ناحية قدرتهم على التنقل.
دكتور جمال، أخيرا أذهب معك إلى نقطة أخرى، وهي بوجهة نظرك كيف تقيم الوضع الدولي والتحركات الدولية؟ الفترة الأخيرة رأينا أن هناك تصريحات من قبل بعض الدول الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن المأساة والكارثة الإنسانية الحاصلة الآن في غزة، ولكن الخطوات والتصرفات يعني متناقضة مع هذه التصريحات. كيف ترى الموقف الدولي تجاه القضية الآن؟ فاتر بوجه عام، وتأثيراته في الواقع الميداني شبه معدومة. هذه الدول تملك وسائل ضغط عظيمة على إسرائيل، أكثر من 70% من تجارة إسرائيل هي مع العالمية مع أوروبا، والأهم في علاقات إسرائيل الأمنية مع الولايات المتحدة. هذه وسائل ضغط غير مستخدمة، إذن لماذا هذه التصريحات المعسولة؟ فقط لكي تغسل هذه الدول يديها أمام الرأي العام عالميا أو محليا على صعيد الرأي العام في هذه الدول، وكل لكل أسبابه في هذا الأمر، ولكن هي فقط كلمات لا تعبر عن النوايا الحقيقية لهذه الدول. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، كنت معنا من ألمانيا، شكرا جزيلا لك.